سنتابع الآن حديث أو آخر الفقرة لدينا وهي الملعب تيوب. طبعا أحد الجماهير بعدما استمع لخبر رحيل سعد الحارثي أرسل لنا هذا المقطع عن رحيله. أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، أصعب مواقف هالزمان يوم تجي نفس المكان، ويوم توادع من تحب وعينك تنادي بالحنان، يوم توادع من تحب عينك تنادي بالحنان، تبدأ تفكر في الحياة أحلى ليالي الذكريات، تبدأ تفكر في الحياة وأحلى ليالي الذكريات، كيف ابتدت لحظة غلا كيف انتهت بيد الممات، كيف ابتدت لحظة غلا كيف انتهت بيد الممات، لا يا الوداع لا يا الوداع لا لا تجينا باندفاع، لا يا الوداع لا يا الوداع لا لا تجينا باندفاع،